هلا هي مباريات كؤوس، لذلك كل الاعتبارات السابقة على الورق أي كلام، والدليل أنه الفيحة والفيصل هن أبطال البطولة بآخر موسمين. أبو عبد الله، النصر وأبها، تفوق نصراوي سواء في العناصر حقيقة أو من خلال مواجهات هذا الموسم. النصر يلعب على أرضه، لن يفرط في المنافسة، لا سيما أنه ينضم إلى المجموعة حقيقة، خليني أقول لك، الأسهل في مسابقة الكاس، لأن حتى لو فاز النصر سيقابل في الدور نصف النهائي الفائز من الوحدة والباطن، عكس المجموعة الأخرى. خلي عم نحكي على مباراة النصر وأبها، الله يخليك، توقعاتك. لا، النصر. نصر، أبو محمد، نصر وأبها. النصر وأبها طبعا سأذهب مع أبو عبد الله، المباراة على الورق صالح النصر. مباريات الكؤوس دائما يقولوا انها تكسب ولا تلعب، لكن اعتقد ان الفوارق كبيره، والثلاث الاربع مواجهات الاخيره كلها كانت لصالح النصر. النصر اليوم امامه لا خيار امامه الا ان الذهاب الى النهائي من ثم تحقيق اللقب، بالتالي اعتقد المباراه لن تكون معقده بالنسبه للنصر على اعتبار انه يملك اوراق التفوق. الهلال الفتح، ابو محمد. هذه أكثر تعقيدا من مباراة النصر والهلال سابقا، كنا والنصر والأبها سابقا كنا نقول عندما يواجه الهلال أي فريق على طول نذهب للهلال، لكن في الآونة الأخيرة وخاصة كان بينهم أيضا مباراة في على مستوى الدوري كسب. بدي توقعاتك، لأن حكينا نحن تاريخ المواجهات لكل الأندية الستة، بدي توقعاتك. توقعاتي ستكون مباراة صعبة، لكن أتوقع الهلال طبعا. أبو عبد الله، هلال الهلال الأقرب فورا حسمها الهلال. طبعا طيب، لا إيه خلاص حسمتها. إيه ما بيك تشرح لي، لأنه شرحنا نحن بالتقرير ليش حاطين تقرير الوحدة والباطن يا أبو عبد الله. الوحدة أبو محمد. الباطن تحسن كثير خاصة بعد في الجولات الأخيرة، أحرج النصر، كسب الجولة قبل الماضية، بالتالي أعتقد أنه الباطن أقرب. حلو، يعني أخيرا اختلفت معه لعيسى الجوكر. أكيد طبعا حسابات الفولورز مختلفة، يعني أحمد الشمراني أهلاوي ما عنده حسابات فولورز، هنيك عنده حسابات فولورز. الأهلي جمهور كبير. هلا فورا بتلاقي أول ما يروح الفاصل بيكون شيك على الموبايل، إجوا خمسة دبل أجود دبل ما شاء الله. أي طيب دبل. ما شاء الله، أنت بالذات بيت الدبل ما نك صاحبي معهم، يعني مشان لما تقول دبل. حلو 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 أبو كرم. شغال ضدهم من زمان، من أول ما استلموا إدارة الاتفاق شغال، أي حدا جاي ضدهم تشتغل معه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. الله يوفقهم إن شاء الله يا رب، ويا رب إنه يطلع الأستاذ خالد بإنجاز بإذن الله. اللي إني أنا غلطان وأنا موافق، اللي أنت غلطان أبو كرم. إيه غلطان 100%، أنت ماشي. ربط علاقتنا بذات نادي الاتفاق ماشي. ماشي. هناك أستاذ عماد، وهناك عليك أستاذ عماد، ما قال خالد ولا قال أبدا أستاذ عماد، هذا لأنه مو بالإدارة عماد حبيبي.